رغم الغلاء الذي طال جميع المواد والخدمات في عديد الدول العربية، يسعى المواطنون إلى إسعاد أسرهم بشراء مستلزمات عيد الفطر، إلا أن الفرحة باتت مرهقة في عديد الدول العربية مع موجات التضخم القياسي التي ضربت الأسواق، وبات الركود والتهاب الأسعار القاسمة المشترك لدى الكثير من الشعوب العربية. مظاهر عيد باهتة في البلدان العربية لم تخفي ندوب الأزمات الاقتصادية التي باتت تحاصر القدرة الشرائية للمواطنين من كل الجهات. ففي بلد الأرز لبنان سرق غلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة فرحة العيد من وجوه اللبنانيين، أين خيمت الأزمة المالية على أسلوب عيشهم، ومشهد الاحتفالات تحول إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وتعطل النقل والخدمات والتهبت الأسعار. ناس كتير اتعذبوا برمضان، وفي ناس ما أكلت مثل قبل، في ناس ما راحوا حتى على محلات الحلو مثل قبل، وما قدروا يجيبوا مثل ما كل العالم بتجيب. كل واحد حسب شغله وشو بيطلع مصاري بالنهاية. بعيش الصورة ليست أفضل حالاً في سوريا، فبين معدلات التضخم العالية وأثار الزلزال المدمر استقبل السوريون عيد الفطر بروح منهكة وفرحة مبتورة، حتى كعك العيد لم يعد في متناول الجميع بعد أن كانت الأفران تعج به في السنوات الماضية، لكن وسط الأزمات يبقى السوريون متشبثين بالأمل في غد أفضل. على قد بساطة أخمد رجلك، اليوم الحلويات ما فيك تستغني عنها، وهذا الوقت صارت حلويات هي الكماليات، بس نحن بدنا نقول بدنا نقاتل نفرح قلوب أولادنا ضيوفك، يعني بتعرف أي أجواء تقاليد وطقوس فلكلورية ما فينا نستغني عنها. في مصر أحكم التضخم سيطرته على الأسواق، وطال الغلاء أغلب المواد، ما حد من قدرة المصريين على شراء مستلزمات العيد الأساسية، خصوصا المستوردة منها التي بات الجنيه المصري المتراجع عاجزا على دفع قيمتها. في المغرب حضر غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وغابت فرحة العيد عن المواطنين بعد أن التهم التضخم قدرتهم الشرائية وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات والمواد الأولية. هو ما حول احتفالات العيد إلى مظاهرات واحتجاجات ترسم لاحتقان اجتماعي يتوسع يوما بعد الآخر.